بسم الله الرحمن الرحيم. حرصا من صحيفة الأهلي بمنتدى الكرة الليبية وشبكة الأهلي اليوم على وضع الجمهور الأهلاوي في صورة الحراك الانتخابي مؤخرا اللي صاير في نادي الأهلي. نتوجه اليوم للقائمة رقم واحد برئاسة السيد أساسي أبو عون لطرح بعض التساؤلات المطروحة في الوسط الرياضي للاستيضاح ولوضع الجمهور الأهلاوي في صورة الحراك الانتخابي هذا. بداية نشكر السيد ساسي أبو عون على استضافتنا ونشكره لتجاوبه ونبدأ بسم الله في طرح أسئلة الجمهور الرياضي. السيد ساسي أبو عون اسم ليس به جديد في الساحة الأهلاوية، عرفه جمهور الأهلي خلال السنوات الماضية من خلال دعمه للنادي الأهلي وخاصة بعد تحرير طرابلس وإلى الآن. السيرة الذاتية للسيد ساسي أبو عون وعلاقته بالإدارة الرياضية ومؤهلاته لقيادة أكبر نادي رياضي في ليبيا. أولا بسم الله توكلت على الله ونشكر صحيفة الأهلي وشبكة أهلي اليوم، وكذلك نشكر الأستاذ محمد بالطا عضو مجلس إدارة الشؤون الثقافية والاجتماعية، وكذلك الأستاذ سالم عضو مجلس إدارة، سالم الزفري عضو مجلس إدارة للدعاية والتسويق. في البداية ساسي عمر ساسي أبو عون مواليد 13 مارس 1969، دبلوم عالي في مجال إدارة أعمال، حاليا رئيس مجلس إدارة شركة تسنيم للتجارة العامة. السيد ساسي أبو عون، علاقتك بالإدارة الرياضية؟ والله الإدارة الرياضية علاقتي بها شأن أي إدارة أو أي مؤسسة أخرى في مجال الإدارة أو إدارة علم يعتمد على منظومة، هذه المنظومة تكون متكاملة ويقودها شخص بتعاون مع باقي المنظومة. طبعا النادي الأهلي نادي كبير يحتاج إلى كثير من العمل، كثير من المجهودات رفقة المنظومة، وكذلك يحتاج للعمل على خطين متوازيين. في المرحلة الحالية نحتاج متطلباتها هي كيف نسير النادي، وأهمها عودة النادي إلى مكانه الطبيعي. والمرحلة الثانية العمل على المستقبل وخطط استراتيجية. بالنسبة للخطط الاستراتيجية، يعني هل قسمت الخطط الاستراتيجية هذه متوسطة لأهداف أو مرتبطة بجدول زمني أو لا؟ هذه الخطط الاستراتيجية متوسطة وطويلة المدى مرتبطة بجدول زمني طبعا محدود سلفا، يعني محدد مسبق في رسمته لكل خطة في مرحلة زمنية، وهذا حيكون فيه تقييم لكل مرحلة بنهاية جدولها الزمني، يعني نجحنا أو منجحناش. أكيد طبعاً إن شاء الله. مؤهلاتك لقيادة أكبر نادي رياضي في ليبيا؟ والله مؤهلاتي كان رجل أعمال معي ونحب الكورة ونشجع، ونفس الوقت أنا مشجع أهلاوي من الصغر، وفي نفس الوقت لقيت في روحي الكفاءة أن نشوف النادي نقودها أنا وزملائي وفريقنا متكامل، واللي معي قائمة دي كلها ذو كفاءة وخبرة عالية. وفي نفس الوقت لازم لازم ننجح في الإدارة ونقوم بالواجب نحو النادي الأهلي، لأن الأهلي كان متضرر قبل وبنقف معاه، والأهلي يحتاج إلى ناس أكفاء في هذه المرحلة خاصة. ممتاز. السؤال الثاني، البرنامج الانتخابي مشروع خطة، الخطة هذه طبعا البرنامج الانتخابي مشروع لخطة عمل، الخطة هذه مرتبطة بجدول زمني اللي هي فترة الرئاسة، يعني نقوله 4 سنوات قادمة. نبغى نعرف منكم برنامجكم الانتخابي وشن هي الإمكانيات اللي بتوفرها لتنفيذها. بالنسبة لهذا السؤال خليه يقول معي الزملاء، مش كل شيء نأخذه يقول ساسي يتكلم براحة وكذا، خلي معي الزملاء يشاركوني والقائمة، بودي كانوا جمع كلهم يشاركون القائمة متاعي، واللي يكون عن نطيب في المجال كذلك في اللقاءات وحتى في العمل وعلى تخصصه. فلازم نقدم السؤال هذا يجاوب عليه أستاذ محمد بالطا. رحبوا بك أستاذ محمد بالطا. طبعا وجه غني عن التعريف، رجل محمد بالطا رجل من رجال الأهلاويين اللي وقفوا في زمن الظلم
وقالوا كلمة الحق بدون خوف في وجه طغاة الرياضة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بصفتي عضو المجلس المرشح للانتخابات وعضو المجلس الشؤون الثقافية والاجتماعية, وهذا شيء يشرفني, وانا لما اتصل بي الاستاذ ساسي وبلغني يعني قلت له هذا شيء يشرفني, وانا مش بنخدم اشخاص بقدر ما بنخدم مؤسسه رياضيه انتمي اليها. طبعا بصفتي انا في مجال الاعلام فساتحدث عن جميع الجوانب اللي شفتها من خلال الاجتماعات المتلاحقه مع اعضاء مجلس الاداره, اللي بصراحه يعني نقولها لك يعني وجدت فيهم الاخلاص وجدت فيهم الرغبه في النجاح, وهم شباب كلهم متعاونين وهم مؤهلين ولديهم رغبة صادقة في العمل وكلهم كفاءات, يعني كل شخص ملم بالعمل اللي هو قائم به. واطلعت على البرنامج الانتخابي, يعني برنامج انتخابي أعتقد أنه هو غير مسبوق في ليبيا, وبرنامج فيه نقاط مهمة جدا, وإذا طبقت وإذا وجد التعاون من جمهور الأهلي ووجد التشجيع ان هذه البرامج حتقود نادي الاهلي لمصاف الانديه الكبيره. احنا نعرف ان الانديه في العالم بدت, الانديه ما عادش مجرد مؤسسه رياضيه فقط, الانديه بدت مؤسسات تجاريه كبرى, استثمار شيء كبير. ومن خلال اطلاعي على البرنامج انا بصراحه نتحدث في نقطه مهمه, إدارة النادي بقيادة الأستاذ ساسي عون اللي هو واحد من الناس المخلصين لنادي الأهلي, يعني أنا يعني ما نقولش في الكلام هذا من باب الإطراء أو المديح. الأستاذ ساسي ليه مواقف في الماضي, يعني حتى لما كان بعيد عن المسؤولية كان يدعم في نادي الأهلي وكان من منطلق حبه لنادي الأهلي. ومسألة الانتخابات كل واحد عنده طموح, يعني من حق أي واحد يطمح, يعني يطمح أنه هو يقود مؤسسة نادي الأهلي طالما توفر فيه الكفاءة وتوفر فيه الإمكانيات وتوفر فيه المؤهلات. يعني وأنا أجد أن الأستاذ ساسي يعني قادر على تحقيق النجاح النادي الأهلي. بالنسبة للبداية يعني طبعا معليش ممكن نطيل في الحديث شوية, بداية الانطلاقة للمجلس الإدارة, يعني مجلس الإدارة قرر بصورة جماعية وبالتشاور وبشفافية تامة أنه هو حيضع في حساب النادي 7 مليون دينار فور فوزه في الانتخابات. السبعة مليون دينار هذه بيقرر مصيرها ليس شخص واحد, ليس ساسي عون لوحده, سيقرر مصيرها مجلس الإدارة بطريقة علمية وبالتشاور بشفافية وبيطلع الجماهير عليها. نحن نريد أن نعمل بعقلية جماعية, لابد العمل إذا لم يكن بعقلية جماعية لن ينجح. ونراهن على جمهور الأهلي, جمهور الأهلي العريض اللي تجرع مرات الظلم, جمهور الأهلي اللي صمد في وجه الظلم, الجمهور الرائع, الجمهور الكبير, جمهور الأهلي لم يتعرض جمهور في العالم إلى ظلم مثل الذي تعرض له جمهور الأهلي. طبعا من 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 البديهي أستاذ عبد الرؤوف وشيء مسلم به أنك أنت لما بتنجح في بداية انتخابات أنك أنت محتاج إلى مبلغ مالي تبدأ به انطلاقتك, يعني الاستثمار هذا بياخذ وقت, يعني وقت في الإنشاء وفي التعمير ووقت في التعاقد مع الشركات. الشركات العالمية اللي راهنوا عليها احنا بنستثمر بالنادي بيستثمر من خلالها, هذه قد تحتاج الى وقت حتى تعود الى ليبيا, يعني وانت تعرف يعني هذا امر طبيعي يعني بالنسبة لبلادنا يعني التي بصراحة يعني تنعم بالامن والامان والامور تمام والحمد لله, ولكن الامر هذا يحتاج الى بعض الوقت يعني. فلهذا النادي الاهلي نادي بطولات وعليه ضغوطات من جمهوره, جمهور الأهلي لن يرضى بغير البطولات ولن يرضى بغير المراتب المتقدمة. فلهذا احنا بنحاول نلبي رغبة الجمهور في مرحلة أولى, وبالتوازي مع إقامة مشاريع استثمارية كبرى في منطقة السواني على مساحة كبيرة من الأرض. ستكون هناك مشاريع كبرى موجودة في استراتيجية مجلس إدارة النادي, وانا اطلعت على من خلال لقائي بالعضو الاستاذ شكري محمد بشير اللي هو العضو المجلس الاداره المكلف بالاستثمار, اطلعت على اشياء يعني رائعه جدا 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 ستجعل النادي الاهلي من مصاف الانديه الكبرى. هناك رؤيه مستقبليه للاستثمار على هذه المساحه الكبيره من الارض اللي هي في منطقه الجبس, حيكون فيه مول تجاري كبير, حيكون فيه ملاعب على احدى الطراز, وهذا شيء يعني شيء مؤكد. وطبعا هذا فيما يتعلق بالاستثمار. فيما يتعلق بالتسويق
سيتولى الأستاذ الجزرتي وهو واحد الكفاءات الشابة الكبيرة، وأنا شفت السي في بتاعه يحمل مهالات كبيرة يعني، وقادر أنه يقود عملية التسويق والدعاية والإعلان للنادي وفق استراتيجية متطورة. وأنا أقول مرة أخرى بأن جمهور الأهلي الذي صبر على الظلم وكافح على الظلم يجب أن يكون في من حقه أن يرى النادي الأهلي في أعلى المراتب وفي مستوى الأندية الكبرى. ونحن نعد جمهور الأهلي بأننا إذا نجحنا سنعمل بإخلاص وبشفافية، ولن تكون هناك أشياء لن تكون هناك قرارات فردية، والأستاذ ساسي في جنبي ويسمع فيها، ستكون هناك رؤية واضحة. وأنا شخصيا إذا لم يطبق هذا الكلام في المستقبل فأنا أول من يتكلم بأن هذا لم يطبق. حرصا على الثقة، حرصا على الثقة مع الجمهور، لأننا جئنا من أجل الجمهور الذي تعرض للظلم والذي كافح مرحلة كبيرة من الظلم. وستتولى اللجنة الإدارية التي يتحدث بالنيابة عنها من ناحية إعلامية، اللجنة مجلس إدارة النادي ستتولى ملاحقة جميع القضايا السابقة والعالقة التي تخص النادي، وستقوم بالاستعانة بخبرات قضائية وقانونية في رد المظالم التي تعرض لها النادي الأهلي وفق القانون والشفافية. الحاجة اللي عندنا فيها حق لابد أن نسعى وراها، وسنجند أنفسنا لذلك. هل هذا يعني نفهم من كلامك هذا أستاذ محمد أن هذا جزء من البرنامج الانتخابي لكم؟ الجزء الأهم من البرنامج الانتخابي، الجزء الأول هو إعادة الفريق الأول للنادي إلى وضعه الاعتباري المطلوب، وهو فريق للبطولات وينافس كل عام على البطولة. النادي الأهلي، فريق الأهلي يملك قاعدة جماهيرية كبيرة، من حقها لن يرضى بغير المراتب الأولى، هذا شيء طبيعي وسنراهن عليه. بناء الفريق الأول يراهن عليه مجلس الإدارة بتعزيز الفريق الأول بأفضل اللاعبين ووضعه في قمة المستوى حتى يكون قادر على المنافسة. الشيء الثاني هو استرداد الحقوق المسلوبة من الفريق الأهلي في السنوات الماضية، وبطرق قانونية وبطرق مشروعة وفق ما تقتضيه القوانين واللوائح. وسنلجأ حتى إلى الاتحاد الدولي وإلى المنظمات الكروية العالمية في المطالبة بحقوقنا بصورة مشروعة يعني، بدون أي إساءة لأي شخص يعني. سنطالب بحقوقنا. ربي يوفقك إن شاء الله. السؤال الثالث، ما هي العراقيل والصعوبات التي تتوقعونها في حال نجاحكم بالانتخابات؟ والله نقول لك العراقيل لا يخلو أي عامل من الصعوبات هو العراقيل. طب ما هو معروف منها قد يطرى في حينها. طبعا وضغطنا وقد وضعنا خطط مناسبة لتلك العراقيل المعروفة حتى طاري منها. بالنسبة في العمل النادي داخل النادي الأهلي، وعمل منظومة مديرين، برنامج عمل منظومة جماعية تم اختيارها بأفراد وبعناية، قبل أفراد بعناية اخترناها. أي نفهم أن في المقصود من الكلام مثلا، هل في صعوبات واضحة للعيان؟ يعني احنا كجمهور فيه صعوبات نعرفها، وفي صعوبات او مشاكل قد تطرأ بشكل مستعجل او طارئ يعني. هل انتم مستعدين للكلام هذا؟ وشي استراتيجيتكم لمواجهة الصعوبات هذه، سواء اللي معروفة او حتى يعني اللي يعرفها القاضي والداني من المتتبع، او ما يطرأ في حينها؟ يعني ممكن في اثناء عملكم تطلع مشكلة يعني ما كانتش متوقعة اصلا، مش معروف مصدرها، يعني طلعت مشكلة، هل أنتم جاهزين أنكم تواجهوا صعوبات زي هذه؟ هو طبعا في كل الظروف أي في أي وقت ممكن تحدث أي صعوبات أو أي شيء، لكن إحنا الخطة اللي عملناها يعني فيها كل المقاومات بحيث أنها تنجح. وأي وقت تصير أي ظرف يبقى في الفريق هيكون بمتابعتها وبعينتها بكل الإمكانيات المتاحة لديه. وأهم شيء في هذا الموضوع أن احنا حطينا كافة الإمكانيات اللي نحتاجها لنجاح النادي، وهذه الإمكانيات حتخلي كل الصعوبات سهل حلها يعني في الوقت. لكن احنا الإمكانيات أول شيء عندنا الخطة اللي هي تسويقية واستثماراتية وفي نفس الوقت خطة مالية يعني للنادي. الخطة المالية هذه في البداية
آنيا نبدأ بالسبعة مليون، لأن السبعة مليون أضمائي حيخلونا نشتغل من أول يوم بغض النظر على الدوري أمتى يبدأ أو بعد سنة أو بعد سنتين. آنيا في نفس الوقت حنبدأ نشتغل. في الخطوة الثانية هنقوم بعمل تسويقي اللي هو حيجيب لنا مردود في خلال أشهر بسيطة. الخطوة الثالثة اللي هي الاستثمارات، لأن الاستثمارات حتاخذ وقت ومش حيجيب لنا مردود في خلال السنة، هياخذ أقل شيء سنة سنتين. فلان احنا من أول يوم نبدأ نشتغله بإمكانيات قوية وبفريق متكامل ومتجانس. السؤال الرابع، جمهور الأهلي سايم الوعود بنقل النادي إلى حالة أفضل فيما سبق، يعني تكررت الوعود ولم نرى أي تنفيذها، ما هي أولوياتكم التي ستركزون على تنفيذها؟ خلينا نعطوكم هنا الخيارات اللي هي الخيارات الأولويات اللي بتنفذوها في مجالات البنية التحتية والفئات السنية والاستثمار. هذا مسألة الجمهور الرياضي، هذا اللي شاغل بال الجمهور. بعد إذن الأستاذ ساسي ستولى الإجابة عن هذا السؤال. طبعا بالنسبة للماضي يا أستاذ عبد الرؤوف، الماضي لم تتحقق فيه الوعود لأسباب لا علاقة لها بالنادي الأهلي، يعني النادي الأهلي تم تصفية حسابات معه لأسباب لا علاقة لها به، يعني مش ليست لأسباب داخلية. النادي تعرض للظلم والتهميش لمواقف يعرفها الجمهور الأهلي، يعني وأسباب تدخلات خارجية يعني خارج النادي. يعني بالنسبة للنادي الأهلي في المستقبل، هذا شيء طبيعي تفرض الظروف، يعني النادي الأهلي لابد أن يكون فيه على مستوى، يعني نادي القرن في ليبيا ونادي عنده شعبية جماهيرية، يعني تلقائيا وبديهيا أن يكون دائما في القمة يعني، ولابد أن تكون فيه أفضل إدارة وتكون فيه أفضل مرافق رياضية ويكون منافس دائما ليس في كرة القدم فقط بل في جميع الألعاب، يعني باعتباره يضم قاعدة جماهيرية كبيرة. وجمهور الأهلي يعني يجب أن يرى من بنظرة واقعية، يعني الاستثمارات هذه اللي بيراهن عليها النادي في المستقبل، الاستثمارات هذه بتاخذ وقت، يعني من ناحية إجرائية ومن ناحية تنفيذية، شيء طبيعي أنها تاخذ وقت. فلهذا المراهنة البداية سيتراهن مجلس إدارة النادي سيراهن على بناء فريق قوي وهو الفريق الأول، لأن هذا واجهة النادي، نجاح الفريق الأول وواجهة لنجاح النادي، وهذا بالإضافة إلى المراهنة على إقامة مدارس الناشئين اللي لدى الأستاذ سالم زرتي لديه خطة طموحة ومستقبلية على أحد الطراز علمي منظم في بناء أو في تكوين مدارس الناشئين. مدارس الناشئين هي واحدة من الاستراتيجيات المهمة اللي بيراهن عليها النادي، لأن النادي له قاعدة ولابد أنه يقدم، وممكن الأستاذ سالم يحكي لنا على مدارس الناشئين في الوقت. قبل ما نوصل في مدارس الناشئين، احنا نبو البنية التحتية للنادي، النادي ما فيش أي بنية تحتية، يعني شو الأولويات اللي تركزوا على تنفيذها؟ وأولها طبعا البنية التحتية، ماذا أعددتم للبنية التحتية؟ بالنسبة للبنية التحتية، هذه من أول خطوات اللي بنقوم بها اللي هي إعادة صيانة كافة ممتلكات النادي، من الملاعب إلى الصالة إلى المراكز الطبية إلى الطرق، كافة ممتلكات النادي والمرافق لازم تكون لها صيانة شاملة وكاملة، لأن الصراحة الوضع الموجود عليه تو النادي هو وضع صعب جدا، لا يمكن القيام بنادي بهذا المستوى بهذه البنية التحتية، لازم من تطويرها تطوير شامل، والقدرات اللي حطيناها هي اللي تعطينا الإمكانيات إن إحنا نقدر ندير الشيء هذا من أول يوم بدون أي انتظار. لأن طبعا التصوير جاوبت على سؤال كنت حنطرح عليك، يعني شنو درجة الأهمية في تنفيذ البنية التحتية؟ هذه أهميتها بدون أي شيء، كده من أول يوم، هذا ما فيهاش أي انتظار، ما عدناش أي هدر إن إحنا نستنى. هذا فيما يتعلق بالبنية التحتية. الفئات السنية الأستاذ محمد حول الفئات السنية، في عندنا خطة إن إحنا بنديروا أكاديمية نادي الأهلي. الأكاديمية هذه حتكون عندها دور كبير في استقطاب الشباب والأطفال من السن الصغيرة
ان احنا بنقوم باكاديميه صيفيه فصلها كل المقومات، لان الشباب هذوما يبدعوا ويقوموا بدور، وانه ممكن حتى يولوا اعضاء اساسيين في فرق النادي. وطبعا هذه الاكاديميه مش حتكون غير كره القدم بس، تكون فيها اكثر من نشاط، تكون فيها دورات كمبيوتر، تكون فيها دورات لغه، وتكون فيها يعني اكثر من جانب، لان اللاعب لازم يكون شخص ملم، وغير مش غير في الكوره وبس او في الرياضه بس، لازم يكون شخص متكامل من اللغه من الكمبيوتر. يعني الاهتمام به ممكن هنا الاهتمام به مش بس من الجانب الرياضي، حتى من الجانب التربوي. طبعا طبعا. وحنجيبوا مدربين من الخارج، بنجيبوا ضيوف لاعبين ضيوف، يعني حيكون متكامل متجانس، وحيتسوق بباكج متكامل من الويب سايت تشمل إدارة الاستثمار وإدارة التسويق، لأن طبعا الأكاديمية هذه بتحتاج لمجهودات كبيرة وجبارة، لأن الأطفال هذا والشباب وغيرها هم يحتاجوا لعناية فائقة. الأكاديمية هذه طبعا بيكون من ضمنها في الاستثمار بيكون فيه فندق رياضي، بيكون فيه ملاعب، بيكون فيه منتزهات فصلة، هذا كله بيكون فصل الأكاديمية، وحيستفيدوا منه كله طول الفترة اللي هم موجودين فيها. والاستعانة طبعا بالخبرات الخارجية هذه مهمة جدا، لأن نحتاجونهم في تأهيل الطلبة واللاعبين، ونحتاجونهم في مساعدتنا في تأسيس هذا الأكاديمية. وعندنا أصلا اتصالات احنا قائمة في هذا الصدد، وإن شاء الله يعني حتكون من أهم المشاريع اللي حنقوم بها في الفترة القادمة. وهذه أعتقد أنه ممكن في خلال 6 شهور الأولى حنبدأ في تأسيس هذه الأكاديمية على طول. لاحظت أستاذ سامي، بالنسبة للفئة السنية، أنا سافرنا لبرشلونة في اجتماع مع رئيس نادي برشلونة، طرقنا لموضوع الفئة السنية، وأبدو ارتياحهم وتبادل التعاون مع النادي الأهلي طرابلس. من ضمن قالوا لنا جيبون ابعتونا الفئات السنيه نديروا لهم دوره في برشلونه، وطرقنا حتى لموضوع الفريق الاول مباراه وديه، وكنا بنجيبوهم في بالنسبه يوم 17 ابريل ليوم تكريم الشهداء، واللي كان استاذ صالح صوله وعنده علم بذلك، بس الشركه توافقوا لنادي برشلونه مبلغ مقابل مبلغ مالي، واتفقنا، ولكن في اخر لحظه شركه التامين هي اللي ما خلتهمش يجوا لليبيا. بالنسبة لتبادل الخبرات، قدمنا برنامج، طبعا انا لم املك الصفة القانونية باش نوقع مع نادي برشلونة، واذا وفقني الله وان شاء الله نمشي لبرشلونة وندير معاهم اتفاق رسمي، واذا حتى لم يوفقني ساعمل للنادي الاهلي وكذلك ونوقع برشلونة بالقائمة الثانية، ما عنديش معاه مشكلة. هذه خدمة لنادي الأهلي والفئة السنية والفريق الأول. يعني الاستعانة بخبرات نادي برشلونة. إيه نعم. في تأهيل. طبعاً الفئة السنية. طبعاً الأستاذ عبد الرؤوف سأعود للأستاذ سالم بعد الملاحظة. طبعاً بدون شك يعني الاستعانة بخبرات كبيرة مثل خبرات نادي برشلونة، يعني نادي كبير ونادي عنده مدارس ناشئين على أحد الطراز، يعني التعامل معها والتعاون معها حيحقق استفادة كبيرة للنادي الأهلي، باعتبار النادي الأهلي حتكون نادي كبير في ليبيا وفي الوطن العربي وفي مستوى أفريقيا، فالتعاون في هذا المجال حيكسب النادي الأهلي رصيد طيب من الاهتمام بالناشئين. السؤال الخامس، واجهة النادي الأهلي الرياضي الكثير من المشاكل المالية التي جعلته يقع تحت عبء الديون، أفكاركم الاستثمارية مبدئيا جميلة حتى يعتمد النادي على موارده المالية الخاصة به؟ بالنسبة للخطة الاستثمارية طبعا قمنا بهذه الاجتماعات بهذا الخصوص وناقشناها يعني من جميع الجوانب، ووصلنا لمرحلة أن أسسنا خطة استثمارية شاملة وطموحة يعني لفترة أقل شيء 4-5 سنوات القادمة. الخطة هذه تشمل عدة مراحل. المرحلة الأولى من الجانب التسويقي، لأن الجانب التسويقي عنده مردود مادي سريع، وهذا إحنا نحتاجه له في الفترة القادمة الجاية. واحدة من أول خطوات التسويقية بالنسبة للجانب هذا اللي هو حقوق الملكية الفكرية لشعار النادي واسم النادي.
الحقوق الفكرية هذه لازم نسجلها ونوثقها في الدولة بحيث أننا نقدر إحنا نستفيد من هذا الاسم ومن هذا الشعار. كيف نستفيد منه؟ نستفيد منه ببيع منتجات تسويقية للجمهور لكل مكان. واحدة من الخطوات كيف ندير الحجز هذه، عندنا خطة نحن ندير محلات على مستوى الطراز رفيع. أول محل حيفتح بإذن الله في حيرندلس هتكون صالة عرض كبيرة لمنتجات نادي الأهلي اللي هي تشمل كل شيء من الساريات لحاجات للأطفال مثل شنطة المدرسة لغاية ساعات هدايا وغيرها. هذه كلها طبعا لازم تكون ملك للنادي ومش ملك لحد تاني. هذا حيجيب مردود سريع من النادي. هذا من الخطة القريبة. في الخطة المدى الطويل عندنا خطة طموحة للموقع بتاعنا اللي هو في بوابة جبس. هذا الموقع بإذن الله حنديره فيه فندق رياضي عنده مواصفات خاصة، ونستفيد من الفندق هذا لكل الزوار وحتى شخص عادي بيجي الفندق يبات للأكاديمية لغير لكل المرافق دي، وفصل كافة المرافق من ملعب رياضي حديد إلى المطاعم والمقاهي إلى غيره. يعني هذا حيجيب مردود ضخم للنادي ومردود مستمر بغض النظر أن في كورة أو ما فيش كورة. فترة أن ما فيش كورة إحنا ما زال عندنا دخل يجينا للنادي، هذا مهم جدا. طبعا حيكون في مول تجاري كبير، والمول التجاري هذا يكون أول مول تجاري ممكن يدار في ليبيا. حيكون في شركات استشارية متخصصة في تأسيس هذه المول ودراستها وكيف نجهزها، ويكون في عيادات طبية ومصحات للجمهور ولمشجعين النادي. مشجعين النادي طبعا في هذه الاستثمارات طبعا عنده دور خاص، لأن يكون عنده بطاقة خاصة بتخفيضات خاصة وغيره، لأن هذا النادي هو قائم بالجمهور بتاعنا. احنا الجمهور لازم نخدمه زي ما هو يخدم في النادي، احنا حنخدم الجمهور. طبعا الخطة هذه تاخذ شوية وقت لتأسيسها، لكن احنا بدأنا فيها وبعون الله حنبدو نديرو في الرسومات الهندسية وغيرها لهذا الاستثمار. لكن احنا اهم شيء في الخطة ان احنا مش نديرو شيء بيجيب لنا مردود بعد سنتين، ما نقدرش نستنى سنتين، لازم نبدو من تو. وتو كيف نديرو بالتسويق وبالترويج وبالخدمات التانية وبالرعاية والحجز دي، نقدر نبدو في المردود السريع عليه. السؤال السادس، هل ستقدمون المساهمة المالية في المرحلة القادمة؟ لو نجحتم في الوصول إلى كرسي الرئاسة، وما هي أهم الأفكار عندكم لضخ الأموال لخزينة النادي؟ يعني سؤال من شقين. شق الأول، هل ستقدم المساهمة المالية في المرحلة القادمة؟ طبعا الأمور يعني وضحتها في البداية يا أستاذ عبد الرؤوف. يعني السبع مليون هذا اللي بيدخوا في حساب النادي، هذوما لن يرسم سياستهم أي شخص آخر غير مجلس الإدارة. مجلس الإدارة حيجتمع وبينظر في السبع مليون هذا كيف نستفيد فيهم بالمرحلة هذه، لحين كما قال الأستاذ سالم لحين بداية مشاريع الاستثمار. يعني السبع مليون هذا كيف نبدو بهم في المرحلة السريعة يعني، ولابد يكون فيه اتفاق، ولابد يكون فيه النظر إلى الأولويات. وأعتقد أن الأولويات بالنسبة للنادي يعني زي ما قلت لك، يعني الفريق الأول لكرة القدم، لأن الفريق لابد يعود للبطولات. هذه مرحلة أولى، جمهور الأهلي جمهور بطولات. المرحلة الثانية الاعتماد على القطاع الناشئين اللي هو والاستثمار، يعني عملية الاستثمار السريع يعني اللي زي ما كان يحكي لنا. إذا حددت الإجابة بنعم، يعني حتقدموا مساهمة مالية في المرحلة القادمة لو فزتم في انتخابات الرئاسة. طبعا هذه بداية أكيد يعني. أكيد كويس، احنا سمعنا منك 7 مليون زائد ممكن يعني. والله الكلام هذا نقول فيه يعني معلومة، أنا لا أتحدث عن نفسي فقط، يعني هذا الكلام هذا يسمع فيه حاليا الأستاذ ساسي والأستاذ سالم. يعني مجلس الإدارة اتفقوا اجتماعات اجتمعناها اتفقوا أنهم هم حيضعوا أقل شيء 7 مليون دينار في حساب النادي الأهلي فورا
اعلان النتائج فور الفوز فور الفوز فور فور الفوز اعلان النتائج والنتائج تقوم بفوز وهذا كلام زي سيكون ضيف المعلومه ان طبعا زي ما تعرف انتوا حسابات الانديه مجمده بجميع الانديه حساباتها مجمده اعتقد ان حساب نادي الاهلي فيه تقريبا ما يقارب من 3 مليون يعني اصبح احنا تو نتكلموا في 10 مليون ممكن اكثر ما عندناش مشكله يا استاذ ابو رفاعه ينجح نادينا طبعا هو الرقم هذا يعني ما جاش من فراغ يعني احنا ننظر ان لازم يكون في ضخ مالي في الفتره هذه ضروري لان احنا نحتاج البنيه التحتيه لازم نسويها باسرع وقت نحتاج للملاعبيه نحتاج لازم باش البطوله الجايه لازم تكون لنا بدون ضخ مالي صعب جدا في نقطه مهمه استاذ عبد الرؤوف يعني حسب ما علمتها من مجلس اداره النادي يعني انا تحدثت معهم وقلت لهم انا لا اتحدث الا بما ترونه وانتم وتقولوا لي تحدث في هذا الجانب. بالنسبة للمقر الحالي اللي هو للنادي هذا المقر مقر تاريخي رمز للنادي لن يتم التفريط فيه سيتم تطويره وستقام فيه سيعتمد فيه على الجانب الإداري مقر النادي جانب إداري وستقام فيه مدرسة أكاديمية الناشئين باعتباره مكان قريب للمدينة ويجنب العناء والمشاق على الناشئين الصغار يعني بالضبط. حتكون فيه الأكاديمية وجاي في وسط أحياء شعبية حتتم الاستفادة منها في المجال الإداري بالذات في قيادة النادي إدارة النادي ستكون هنا وفي نفس الوقت أكاديمية الناشئين حتكون في المقر هذا بالإضافة لبعض المشاريع الاستثمارية الصغيرة التي نراهن عليها في البداية الى حين استكمال المشاريع الكبرى في بوابه الجبس يعني مستقبليا نفهم من الكلام هذا ان مقر النادي الحالي حيقعد كاداره للنادي وللفئات ولمدارس الفئات السنيه والمقر الاخر اللي هو في السواني حيكون للفريق الاول طبعا هذا كلام لا شك هذا كلام لا شك فيه لان المقر الحالي مقر استراتيجي ومقر طب تطبيق لجماهير الاهلي والمقر اللي كانت بدايه انطلاقته في سنه 84 كانت بداية لإنجاز تاريخي حق النادي الأهلي بطرابلس من خلال بداية في هذا المقر عندما تأهل الفريق الأهلي إلى نهائي كأس الكؤوس الأفريقية سنة 84 وحرم ظلما من لاعب من خوض المباراة النهائية وكان في ذلك الوقت ولا نقول ذلك يعني غرورا كان فريق الأهلي من الممكن أن يفوز بكأس الكؤوس الأفريقية لأن كان من المفترض أن يخوض مباراة الذهاب في القاهرة أمام الأهلي المصري ومباراة الإياب في طرابلس وكان فريق الأهلي في ذلك الوقت من الناحية المعنوية والناحية الفنية ومن الإمكانيات اللاعبين كان مؤهل أنه يفوز بالبطولة فلهذا المقر هذا نحتفظ فيه بذكريات جميلة ومريرة في نفس الوقت المقر هذا مقر تاريخي للنادي الأهلي وسيبقى المقر الإداري للنادي ولن يتم التفريط فيه